سلام من الله عليكم إخواني متابعي قناتي إم دي لاند. في هذا الفيديو أقدم لكم باقة من أروع الأفلام الكورية. فيلم The Exclusive Beat The Devil Tattoo تدور قصة هذا الفيلم حول يو هيوك الذي فقد عمله وطلق زوجته. يتلقى مذكرة من طرف سفاح ويحصل من خلاله على سبق صحفي، ثم يتبين له بعد ذلك أن المذكرة عبارة عن جملة من رواية صينية وأن السبق الصحفي خاطئ. فتقوم الشرطة بالضغط عليه للحصول على المزيد من المعلومات على السفاح، مما يجعله يتورط أكثر. 28개월 동안 무려 7명의 목숨을 앗아간 연쇄 살인 사건. 범인의 일기에 한 소설이 인용되었다고 하죠. 량찬 살인기라는 소설인데. 터트리자. 이 사건은 완벽한 작품이 될 거야. 주인공은 희대의 캐릭터가 될 거고, 터트리기만 하면 이 나라를 통째로 들었다 놓을 거야. 센세이션을 일으킬 거라고. 서울을 공포에 몰아넣고 있는 연쇄 살인범의 근접 촬영에 본사 기자가 성공했습니다. 난리가 났어 지금. 완전 대박 극정이야. 필름 Midnight Runner. 키존 وهييول طالبين مستجدين في كلية الشرطة الوطنية يشهدان جريمة اختطاف لامرأة شابة حدثت أمامهما، فيقرران إنقاذ حياتها بأنفسهما بعد تجاهل الجميع لهما. فيلم ميموار أوف موردر. قصة الفيلم تتلخص حول بيونغ سو القاتل المتسلسل الذي يعاني الآن من الزهايمر. يعيش مع ابنته يون هي حيث يكافح لحمايتها من حبيبها المريض النفسي. 내 머리는 기억을 잃어가고 있지만 내 손은 기억한다. 습관처럼 살인을 오늘 새벽 강화시에서 여성의 사체가 발견됐습니다. 사람의 피다. 전 괜찮으니까 어르신 괜찮으시면 그냥 가시죠. 저놈은 살인자다. Blue Bird أو اللحية الزرقاء. تدور أحداث هذا الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق. تتمحور قصته حول الدكتور سيونغ هون، حيث يقوم بتخدير مالك المبنى الذي يسكن فيه قبل الفحص الطبي، عندما يقوم ذلك العجوز باعترافات بجرائم قتل بشعة. جونغ 내가 하면 되니까요. 미연 씨 얼른 가서 밥 먹고 와요. 한라기는 한람되게 하여 몸통은 동호되게. 어제 경기도 화정신도시 한 아파트 상가 신축 예정 부지에서 끔찍한 토막살인 사건의 시신이 발견됐습니다. 선비로스님, 저녁은 쉬었어요? 다쳐! 아유, 뜨겁다. 트ران تو بوسان أو قطار بوسان. يتفشى فيروس يحول الناس إلى زومبي في كوريا الجنوبية، فيكافح ركاب القطار المتجه من مدينة سيول إلى مدينة بوسان للنجاة بأنفسهم. خلال الرحلة يعترضهم قطع من الزومبي، فيقومون بقتل عدد من طاقم هذا القطار، وعلى الركاب أن يقاتلوا من أجل حياتهم. ترجمة
살려주세요.